بس عندهم تعصب جماعة بتوع باكستان. كنت مرة أنا في بنجلاديش بشرح درس، بعدين بقول في إيه الحديث، كلام سيدنا أبو حنيفة في حديث يخالفه، وإذا تعارض الحديث مع قول الإمام يعمل بالحديث ويترك رأي الإمام. فقام واحد اسمه صلاح قال يا فضيلة الشيخ، يعني أنا في هذه المسألة أترك قول أبي حنيفة وأخذ بالحديث؟ قلت نعم نعم. قال كيف أواجه الإمام أبي حنيفة في الآخرة حينما يسألني ويقول لي لما تركت العمل بالرأي في هذه المسألة، ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ فأنا شوف كأن يعني انفجرت من الضحك، ما كنتش متصور أن الأئمة هيسألوا كل الناس، الأئمة هيسألوا كل الناس عن العمل بمذاهبهم. وقلت طيب يا حبيبي نفرض أن الإمام حنيفة يسأل، لكن كيف أنت تواجه رسول الله حينما يسألك لما تركت العمل بسنتي؟ والعلماء بيقولوا يتساقط لحم الوجه من عتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. يتساقط لحم الوجه منين؟ من عتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيهما ينبغي أن يراعى؟ قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخش عمليا واقض حقا إن